المصري اليوم على صفحاتها الأولى كتبت تحت عنوان إرهاب مذبحة الروضة يوحد العالم في مصر. طبعا دي صورة بتوضح طبعا دفن جثمان أحد الشهداء البقاء لله، والجريدة بتؤكد ارتفاع الشهداء إلى 305 شهيد بينهم 27 طفل ومقتل 22 إرهابي وتدمير عشرات البؤر. ولافت الانتباه طبعا هذا العنوان باللون الأحمر إرهاب مذبحة الروضة يوحد العالم مع مصر.